السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لتتمة الدرس الخامس، وهو الدرس الأول في الوحدة الثانية، الأعداد من 0 إلى 999، المرجع في الرياضيات للمستوى الثاني. إذا نبدأ على بركة الله. أكمل بكتابة الرمز المناسب، أصغر، أكبر أو تساوي. إذن 600 زائد 10 زائد 7 نقارنها مع 200 زائد 40 زائد 6. إذا كان كما نلاحظ فالعددين يتكونان من 3 أرقام. إذا رقم 100 هنا هو 6، 600 وهنا 2. إذا 600 أكبر من 200، إذا 617 أكبر من 246. إذا المقارنة الثانية، لدينا عدد مكون من 1، 2، 3 أرقام، وعدد مكون من رقمين. إذا 900 زائد 60 زائد 1 أكبر من 300 زائد 30. المقارنة الثالثة، لدينا عدد مكون من 1، 2، 3 أرقام، نقارن مع عدد مكون من 3 أرقام. إذا رقم المئات 7، إذا 700، ورقم المئات في العدد الآخر 400، إذا 700 أكبر من 400. إذا لدينا أيضا عدد مكون 1، 2، 3 أرقام، وعدد مكون من 3 أرقام. نبدأ برقم المئات 2، 2، إذا ننتقل لرقم العشرات 4، 4، هناك تساوي. إذا رقم الوحدات 6، 6، إذا 246 تساوي 246. لدينا هنا عدد مكون من 1، 2، 3 أرقام، وعدد مكون من رقمين فقط. إذا العدد مكون من 3 أرقام، عفوا سنتأكد، هنا العشرات، إذا 329، هنا 330، إذا 329 أصغر من 330. دائما الرمز يتجه إلى العدد الأكبر كفم التمساح. عدد مكون من 3 أرقام، عدد مكون من 3 أرقام. نبدأ برقم المئات 4، 4، إذا العشرات 4، 5، إذا 5 أكبر من 4، بالتالي 446 أصغر من 457. كما كنقولوا دائما الرمز يتجه إلى العدد الأكبر كفم التمساح. ننتقل للسؤال رقم 12، أصل كل صورة بالظرف المناسب. إذا لدينا هنا 425، هل هي محصورة بين من 701 إلى 750 أو من 410 إلى 450؟ إذا الظرف الثاني، هذا العدد يجب أن يكون في الظرف الثاني، الأعداد محصورة بين 410 و 450. 717 محصورة بين 701 و 750، 420 محصورة بين 410 و 450، و 743 محصورة بين من 701 إلى 743. ورتبوا أثمان المحافظ من الأرخص إلى الأغلى باستعمال 1 إلى 5، يعني من الأصغر إلى الأكبر. إذا لدينا أثمنة المحافظ كلها مكونة من 3 أرقام، لاحظوا معي. إذا نبدأ برقم المئات 1، 1، 1، 1، 1، إذا ننتقل لرقم العشرات 8، 7، 9، 8، 9. إذا الأصغر 7، نكتب 1. إذا 8، 8، 9، 9 أيضا. إذا نقارن العددين، لدينا رقمي عشرتهما 8، إذا 8، 8، ننتقل لرقم الوحدات 5، 3، إذا 3 أصغر، إذا رقم 2 ثم رقم 3. إذا بقي لي مبلغ 8 محفظتين رقم عشرتهما 9، ننتقل لرقم الوحدات 0، 5، إذا 0 أصغر، إذا 4 ثم 5. الحصة الخامسة، أساعد كل طفل على إيجاد أعداده. إذا لدينا 698، 799،
903 713 897 اعدادي اكبر من 800 اعدادي اكبر من 800 اذا اكبر من 800 اذا لدينا 897 و 903 رقم مئات عددي اصغر من 7 رقم مئات عددي اصغر من 7 اذا اصغر من 7 هو 6 اذا لدينا هنا رقم 8 7 9 اذا 698 اعدادي محصوره بين 700 و 800 محصور بين 700 و 800 اذا لدينا 713 و 700 و 999 سؤال رقم 15 اكتشف الاخطاء واصححها اذا لدينا هنا الترتيب من الاكبر الى الاصغر لدينا 300 301 302 اذا الرقم الاكبر هو 302 اذا هناك خطا او نغير الرمز او يمكننا تغيير الرمز اذا 300 اصغر من 301 اصغر من 302 اذا نغير الرمز اذا 800 زائد 99 اكبر من 900 اذا خطا اذا 800 زائد 99 هي 899 اصغر من 900 لان الرمز يتجه الى العدد الاكبر كفم التمساح 600 زائد 50 تساوي 650 اذا 650 زائد 50 تساوي 56 صحيح 309 زائد 1 اصغر من 310 اذا خطا 309 زائد 1 هي 310 اذا تساوي 310 97 اكبر من 90 زائد 7 ايضا خطا نصحح المقارن الترتيب الاخر 400 اكبر من 399 اكبر من 398 نعم هذا الترتيب صحيح 97 اكبر من 90 زائد 7 90 زائد 7 تساوي 97 اذا خطا 97 تساوي 97 تمرير رقم 16 والاخير عند والدي عائشه مبلغ 600 درهم اضع علامه في جانب كل ساعه يمكنه شراؤها اذا لدى اذا سنقارن اذا الساعة الأولى مبلغها 550 إذا 550 أصغر من 600 إذا يمكنه شراء هذه الساعة 710 أكبر من 600 إذا لا يمكن أن يشتري هذه الساعة لأنه يملك مبلغ أقل من ثمنها 600 مقارن مع 490 600 أكبر من 490 إذا يمكنه شراء هذه الساعة أيضا إذا 600 أصغر من 800 لا يمكن شراء هذه الساعة و 600 أكبر من 340 يمكنه شراء هذه الساعة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة